مشاهدينا ننتقل الى لوس انجلوس مع مصممه ازياء تتحدى الاعاقه وايضا تطلق مجموعتها الجديده لعام 2013 اسمها لوسي كراسكوا. لوسي هي على كرسيها المدولب ولكن حضرت حفل الاطلاق وحملت معها رساله للكون وللمعوقين، مفاد هذه الرساله التشجيع والدعوه الى الاستقواء على الاعاقه لتحقيق النجاحات. لوس انجلوس. لوسي كراسكو مصممة أزياء مشلولة قررت أن تتحدى الإعاقة وتطلق مجموعتها من الأزياء الراقية للعام 2013 كما لم يفعل سواها من قبل. لوسي على كرسيها المدولب قطعت شمالي أمريكا لتصل إلى حفل الإطلاق، وقد صادف التاريخ ذاته هو عيد ميلادها 32. الرحلة بدأت من كاليفورنيا مرورا بنيويورك ومنها إلى ميامي ومن ثم شيكاغو، فيلادلفيا وواشنطن. لطالما كان لدي أحلام كبيرة وهذا المكان يناسبني. أمريكا كبيرة جدا وأود أن أجول في كامل أرجائها لأجد الإلهام لإبداعات الجديدة. سأشارك التجربة مع الجميع خصوصا الأطفال والمراهقين الذين يعانون من مشكلة صحية، لأنني عندما كنت في سنهم أمضيت 4 سنوات في المستشفى وكنت حينها بحاجة إلى المرح والأمل، لذا أريد أن أجلب لهم ذلك وأقول لهم بأنني نجحت ويمكنكم النجاح أيضا. لوسي لا تعرف للاستسلام طريقا، وقد نشرت كتابا يروي قصتها بعنوان Mightier than the disease، أي أقوى من المرض. أعمل في تصميم الأزياء منذ ما يقارب 13 عاما وقد بدأت أحقق شهرة لا بأس بها في فرنسا، لكن للأسف تشكل إعاقتي مشكلة هناك، فهم ليسوا منفتحين كما هو الحال هنا، حيث أستطيع أن أكون مبدعة بالقدر الذي أريده. وقد ألبست بعض النجمات من تصميمي، منهن شاكيرا، وسأصمم فستانا لإيفا لانغوريا التي قبلتها في مهرجان كان. كثر تشكل لهم لوسي نافذة أمل. تلهمني قصتها ومن منا ليس كذلك. أحب حين تكون المرأة قوية، فهي تخطت الكثير وها هي اليوم تكشف عن موهبتها الرائعة. أن يقوم شخص لديه إعاقة مثلها بما تفعله وأن يكون ناجحا في ذلك فهذا مثال جيد للجميع. عدد من الأشخاص يدعمون لوسي في مغامراتها، منهم المنتج الفرنسي برونو غاسيون والممثل جو ماكبار وغيرهم. الإعاقة لم تثني لوسي كراسكو عن التحدي والصمود، متسلحة بموهبتها وطموحها وهدف واضح وهو نثر الأمل من حولها. لقناة NBC رافي بوسيان، هوليوود، كاليفورنيا. ايوه يا رافي، طبعا الجو عندهم حلو ما شاء الله الحين. شفتي وراش كيف هوليوود؟ اي هوليوود.